نورة أو الطقطاجة نورة، وهي واحدة من أشهر المغنيين الشعبيين في الكويت، وكانت بتحيي أكبر الحفلات في الكويت والخليج العربي كله. وفي وقت ما كانت في أعلى درجات الشهرة قررت إنها تعتزل بسبب الجن. 1997 نورة يجي لها مكالمة تليفون غيرت حياتها بالكامل. اتصلت بيها واحدة وتطلب منها إنها تحيي فرح بنتها في بيت في منطقة اسمها الصباحية في الكويت. واليوم ده كان يوم جمعة وهو أجازة نورة والفرقة بتاعتها، فرفضت العرض بأدب، لكن الست ألحت عليها وقالت لها إن بنتها متعلقة بيها جدا وإنها لو ما جاتش هتكسر بخاطرها وهتزعلها في يوم فرحها. فقررت إنها ما تكسرش بخاطر البنت، فسألت الست اللي بتكلمها إمتى الفرح، فقالت لها إن الفرح النهاردة الساعة 10 بالليل. ورغم ان نورة شيء جواها ما كانش مرتاح للفرح ده، وكأن حاجة جواها بتقول لها ما تروحش، لكنها خلاص كانت وعدت وما ينفعش ترجع في كلامها. جمعت نورة فرقتها وراحوا المنطقة اللي فيها الفرح. قصر كبير مليان انوار وزينة ومليان ناس، لدرجة ان نورة وفرقتها ما كانوش عارفين يمشوا بين الناس. استقبلهم والد العروسة ووصلهم للأوضة بتاعتهم اللي هيجهزوا فيها، وهي بتستعد مع فرقتها جالهم مجموعة بنات سلموا عليهم وقالوا لها ان هم من أشد المعجبين بيها، ودي حاجة طبيعية بتحصل معاها في كل مكان، لكن الناس دي بالتحديد نورة ما كانتش مرتاحة ليهم خالص، خصوصا ان وشهم كان شكله شاحب جدا، والأهم ان ملمس ايديهم خشن جدا. نورة قررت انها ما تركزش في اللي شافته وتكمل التجهيزات علشان تستعد للفرح، لحد ما جات لها شمس. وشمس دي بنت من فرقتها علقت وهي باين عليها الخوف انها مش مرتاحة وخايفة من الناس دي، وقالت لها ان شكلهم غريب جدا وجلدهم كأنه في شوك، ده غير ان درجة حرارة الأوضة سخنت فجأة بشكل غير طبيعي. رغم ان نورة حست نفس الاحساس، لكن نورة طمنت شمس وقالت لها انهم ناس عادية عايزيننا نغني في الفرح زي اي حد، وطلبت منها انها تستعد علشان ينزلوا الفرح. اول ما دخلوا القاعة اللي هيغنوا فيها، نورة اقسمت انه كان من اكبر الافراح اللي غنت فيه. كل حاجة في الفرح كان مبالغ فيها جدا، اعداد المعازيم مش طبيعية، والأكل على الترابيزات كان مش عادي، كان عبارة عن ولايم كبيرة جدا والأكل كان عبارة عن لحوم بس. العريس ما كانش لابس لبس العرسان الطبيعي، والأغرب منه عروسته اللي كانت لابسة فستان أسود منقط بالأبيض ومرصع بكم كبير من الأحجار الكريمة، والعرسان مش بيلتفتوا لأي شخص خالص ولا حتى بيتحركوا، وقاعدين كأنهم أصنام. قدمت نورة الفقرة الأولى ليها وبعدها دخلوا الأوضة بتاعتهم علشان ياخدوا استراحة. نورة ساعتها حست بتعب شديد وكانت محتاجة انها ترتاح شوية، والموضوع كان صعب انها تعمل كده في أوضة الفرقة بسبب الزحمة والدور كله كان مليان معازيم من الفرح. فقررت نورة انها تطلع الدور التاني تشوف أوضة فاضية ترتاح فيها شوية. نورة اول ما طلعت لقت ان الدور التاني شكله كأنه مهجور وريحته مليانة تراب وباين ان عدى عليه زمن، وهي ماشية لقت قدامها باب أوضة مفتوح، فخبطت عليه تستأذن تشوف فيه حد ولا لا. الباب اتفتح من مجرد الخبطة ولقت مفيش حاجة في الأوضة غير سرير قديم جدا مليان تراب، والأوضة كانت مظلمة، حيطانها متهالكة كأنها هتقع اللي فيها. لكن نورة كانت دايخة وتعبانة جدا، فدخلت قعدت على السرير، وبمجرد ما غمضت عينيها شافت كابوس صعب جدا. شافت واحدة لابسة فستان أسود وشكلها مرعب بتجري وراها وهي بتصرخ. صحيت نورة مفزوعة ولقت إن الباب اللي كانت سايباه مفتوح اتقفل. جريت نورة على الباب وحاولت تفتحه بصعوبة لحد ما هو اتفتح لوحده، واول ما الباب اتفتح نورة شافت نفس الست اللي شافتها في الحلم لكن واقفة قدامها. غمضت عينيها بسرعة على امل انه مجرد وهم او هلاوس من كتر تعبها، ولما فتحت عينيها كانت الست اختفت فعلا من قدامها. وطلعت نورة من الأوضة وهي بتبص على المكان بخوف وحرص شديد جدا، وفجأة لقت طفل صغير طالع من أوضة من الأوض وبيجري عليها لحد ما وقف في نص الطريق وهو باصص لها وطلع على السلم للدور الثالث. نورة حركها فضولها كأنها كانت مسحورة وطلعت ورا الطفل الدور الثالث.
الدور كان برضو شكله مهجور، الحيطان لونها غامق جدا والارض كلها متكسرة، وكأن الناس دي عايشة بس في الدور الاول وعمرهم ما طلعوا اي دور تاني. فضلت نورة تدور بعينيها على الولد الصغير وهي سمع صوت همس كأن حد بيناديها، لكنها بتبص حواليها ومش لاقية اي حد، لحد ما سمعت صوت ضحك الطفل فراحت ورا مصدر الصوت ولقيته، ولما شافها جري قدامها ودخل اوضة واتقفل الباب وراه. حاولت نورة تفتح الباب لكنها معرفتش، فضلت تخبط كتير علشان حد يفتح لها لكن ما كانش فيه اي رد، فقررت انها تنزل للدور التاني. وساعتها حد مسك رجل نورة وقعها على الارض وفضل يحاول يسحبها انها تدخل الاوضة، ونورة كانت بتصرخ جامد وبتطلب منه ان يسيبها، لحد ما سمعت صوت طالع منه صعب جدا. الصوت كان بيطلب منها انها تغني وانه بيحب صوتها وبيحب العزف بتاعها. قدرت نورة بعد رعب ومحاولات كتير انها تهرب ونزلت تجري على السلم لحد ما وصلت للدور الاول، ودخلت الاوضة بتاعتهم اللي لقت كل الفرقة فيها مجمعين حوالين شمس اللي قاعدة عمالة تعيط. دخلت نورة بينهم وسألت شمس هي بتعيط ليه، قالت لها انها لما اتأخرت في ناس كتير من المعازيم سألوا عليها، فقررت تطلع الدور التاني علشان تدور على نورة. ولما طلعت لقت المكان مهجور ومرعب جدا. بعدها سمعت صوت جاي من اوضة، افتكرت ان الصوت ده هو صوت نورة وهي بتنادي عليها، ولما دخلت الاوضة ما لقتش اي حد خالص، لكنها لما طلعت شافت واحد ظهر من العدم من الحيطة في ركن من الاركان، وكان واقف ثابت وشكله زي الصنم، وهي بشكل لا ارادي اتحركت ناحيته وهي في منتهى الخوف، لحد ما بقى وشها في وشه وكانت عينه بتلمع زي عيون القطط. وبرغم المسافة القريبة بينهم الا انها ما كانتش شايفة ملامح وشه، كأن الملامح ممسوحة تماما. جريت شمس ونزلت وقابلت قدامها شخص ضخم اتعصب عليها وقال لها بتعملي ايه هنا، ولما قالت له وهي بتعيط انها بتدور على نورة زعق لها وطلب منها انها ما تطلعش الدور ده تاني. وقالت شمس النورة ان البيت ده مش طبيعي وترجتها انهم لازم يمشوا من هنا حالا. نورة طبعا فهمت البيت ده ايه، وقالت لشمس انها شافت اكتر من كده بكتير، لكن نورة قالت للفرقة بتاعتها ان الناس دي مش هيسيبوهم يمشوا بسهولة كده، وانهم ما ينفعش يبينوا اي حاجة او اي خوف علشان ساعتها ممكن يحصل اي حاجة وما يخرجوش خالص. وامرت فرقتها انهم يغيروا هدومهم ويطلعوا علشان يكملوا الفقرة التانية ويمشوا على طول. وبدأت الفقرة التانية الساعة 12 بالليل. اتفاجأت الفرقة ان المعازيم بيزيدوا بشكل مش طبيعي، وكانت طريقتهم في الاكل فيها نهم مرعب، وكل ده وهم بيرقصوا على اغاني نورة وبيغنوا معاها بشكل مش طبيعي، لدرجة ان صوتهم كان صعب جدا، اعلى من صوت الفرقة اللي بدأ صوتها يروح من كتر الخوف. ونورة مراقبة كل الاوضاع وكانت بتدي علامات للفرقة طول الوقت ان هم يكملوا، وكل ما الفرقة كان صوتها بيهدى كانت بتسقف لهم بعنف علشان يكملوا. الستات من المعازيم كانوا بيرقصوا بشكل مرعب جدا، ومن كتر الحركة فساتينهم كانت بتترفع من على الأرض بشكل مش طبيعي، لدرجة ان نورة لاحظت ان رجلهم مش رجل بني آدمين، دي رجلين ماعز. وبمجرد ما الفرقة شافت المنظر ده بدأوا يبصوا لبعض في رعب وصوتهم يهدى خالص ويتلخبطوا في كلمات الأغاني، وفضلت الفرقة تلعب مزيكا بس من غير أي غنى لأنهم ما كانوش قادرين يغنوا، وكان الرقص بيزيد أكتر من المعازيم، لحد ما شمس اللي معاهم في الفرقة أغمى عليها. نورة استأذنت أصحاب الفرح أنهم ياخدوا شمس على أوضتهم، ولما فاقت شمس كانت في حالة هستيرية وترجت من نورة أنهم هما يمشوا، وقالت لها ان هما محبوسين في وسط الجن. نورة قالت لشمس انها عارفة، وقالت للفرقة بتاعتها ان هما لو عايزين يمشوا من البيت ده في سلام لازم يستنوا لحد اذان الفجر، وطلبت منهم انهم يستحملوا مهما كان المنظر ويكملوا لحد الفجر اللي فاضل عليه وقت قليل. وفعلا الفرقة رجعت تاني وبدأوا يكملوا فقرات الحفلة، لكنهم لاحظوا ان عدد المعازيم زاد اكتر من الاول بكتير، لدرجة ان كان في ستات من المعازيم كانت بيشدوا شعر بعض بقوة، والشعر اللي كان بيقع على الارض كان بيبقى مليان دم، لحد ما فجأة ظهر صوت اذان الفجر وتجمدوا مكانه وبدأوا يبص بشكل مرعب على الفرقة. وساعتها الكهرباء اتقطعت في البيت، وخرجت نورة وفرقتها جري من البيت وهم بيجروا وخايفين ان اي حد يلحقهم، لحد ما مشيوا بعيد شوية عن البيت قابلوا شخص كان ماشي، والشخص ده اتعرف على نورة، ولما سألهم ايه اللي جابهم
في المنطقة دي حكول القصة، لكنه قال لهم ان البيت ده اللي في المنطقة دي اصلا مهجور، مفيش ولا شخص دخله قبل كده، فمستحيل يكون فيه فرح. فقالوا له ان فيه فرح والبيت كله انوار وزينة، وتحركوا معاه علشان يوروه البيت. لكن المفاجأة انهم لقوا ان مفيش انوار، وان البيت ضلمة ومهجور وحيطانه متكسرة، حتى العشب والزرع اللي على الارض مش موجود، والشكل الظاهر فعليا ان البيت ده مهجور من سنين. ومن ساعتها اعتزلت نورة وفرقتها الفن خالص، ودي كانت آخر حفلة حضرتها نورة التكتاجة. سلام عليكم.